التفريط كبير، المنكرات زادت في المجتمع، سببها ترى يا اخوان تفريط الصلاة. الله يقول في كتاب: فخلق من بعد خلف أضاع الصلاة تبعوا الشهوات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. احرص على صلاتك. كان يأمر أهله بالصلاة، أمر أهلك بالصلاة، عندك خادم، عندك سائق، عندك خادمة، جيران صغار كبار، المفروض الكل يصلي حتى نقضي على كثير من منكرات المجتمع. المنكرات اليوم يا اخوان: الرشوة، الربا، الفواحش، الخمور، المخدرات، المسكرات. عامة هذه الفواحش والمنكرات سببها ضياع الصلاة. ربنا الذي خلقنا يقول هذا الكلام.